انت شربت 5 لتر مية عادية مرة واحدة، الصوديوم هيقل في جسمك ومخك يتورم وتموت. لما بندرس علم السموم اهم من السم نفسه كميته، يعني ايه كلمة سم؟ اي حاجة في الدنيا دي ممكن يبقى ليها سمية. لو انت شربت 12 جرام كافيين، يعني حوالي 60 كوباية قهوة، الكافيين يوقف قلبك ويسمم جهازك العصبي. لو انت خدت كيلو و800 جرام سكر مرة واحدة، الانسولين هيعلى ويحصل لك غيبوبة سكر حتى لو انت مش مريض سكر، وتحدث الوفاة. فيتامين سي حبيب القلب، لو خدت منه 700 جرام ممكن يحصل لك تسمم والكلية بتاعتك تقف. اي حاجة ممكن يبقى ليها سمية لو زادت عن حدها.